السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرجو أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في فيديو جديد في إطار مستجدات ديال الشكايات الأسر العاملة في القطاع الغير المهيكل. اليوم قامت لجنة اليقظة الاقتصادية يعني بتنزيل واحد البلاغ الصحفي. هذا البلاغ اللي كتقول فيه كما كيبان لينا عن الشاشة هنايا، تنهي لجنة اليقظة الاقتصادية إلى علم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل أن الشكايات التي تم وضعها على موقع www.tadamancovid.ma منذ يوم 25 ماي تمت معالجتها فور التوصل بها، وذلك أخذا بعين الاعتبار عناصر الإثبات الجديدة التي قدمها أرباب هذه الأسر وهكذا. إذا أولا، تم تسجيل حوالي 2 مليون شكاية من طرف الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل. ثانيا، فإلى غاية 27 ماي أي اليوم، يعني تم قبول 800 ألف طلب وتم رفض 400 ألف طلب، حين ما زال 800 ألف طالب قيد الدراسة. وبالنسبة للملفات المقبولة، سيتم بعث رسائل قصيرة SMS على الهواتف المحمولة لأرباب الأسر لتمكينهم من سحب الدعم المؤقت، وذلك ابتداء من يوم الخميس 28 ماي، أي ابتداء من الغد إن شاء الله. غادي يقوموا بالإرسال ديال SMS بالنسبة للناس اللي طلبت ديالهم تقبلات، وأكيد أن بالنسبة للناس اللي كيلقاو بأن الطلب ديالهم في طور المعالجة، أنه مازال كما كيقولوا هنايا 800 ألف طلب، يعني راه مازال كيتدرسوا، وإن شاء الله غادي تلقاو الجواب ديالكم في يعني في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله. إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وكذلك دعمنا بلايك لتقديم المزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.